السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة ثروة باسم. معنا النهاردة فيديو جديد بعنوان قصبية جرار الرومان. مواصفات القصبية معانا النهاردة: شفرة جليدر، ظهر وجناب 8 مللي زي ما حضراتكم شايفين، باب على الجنب اليمين، ركب بعمود 55 مللي ناحية ثابتة وناحية فتيه، كاوتش جديد، جنط سبور، سرة بويليا 208. العروسة طبعا موجودة هي بستم وفتيل. القصبية معمولة كلها كمر 10 سم حديد وصلب من التقي. ما شاء الله، أرجو من كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا يعمل لايك واشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.